المشهد اللي انا بدخل فيه عليه قلت لهم هو هند ده كان لازم يتعمل من ثلاث اربع زوايا بالظبط ورايا وهو بيضربني بالشبشب على دماغي والحاجات دي، ده كان لازم يبقى كذا زاويه وكذا شوط. اللي بيخش عليا البيت وبخبط عليه البازه وبطرده ده اتعمل من وجهتين نظر بس، يعني اتعمل من ناحيه الكاميرا شوتاني كله واتعمل من وجهه نظر عادل كله. فهو اتعمل مرتين كانه وان شوت. مش قادره افوت الفرصه وما احييش ابن الحبايب ابن مروان مروان حامد ابن وحيد حامد وابن الاستاذ زينب سويدان والدته بالربع. انا حضرت خطوبتهم